السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الفرنسية المستوى أولى إعدادي لغة فرنسا. ولكن هذا الفيديو ماشي يكون بحال الفيديو ديال ديما، ماشي نضرب الجال، يعني نحاول نضرب شوية، علاش؟ نظرا لاحترام واحد الشخص عندي في البيت. إذا نظرا لاحترام قطتي الجديدة والجميلة، لهذا غادي نحاول أنني ماشي نهضر بالجد. اذا غادي نكملو في نصنا بالنسبه للغة الفرنسية، راه ان شاء الله من قدام نبقى ندير مواضيع القطط الحيوانات بزاف بزاف ديال الحوايج، الا كان عندي شويه الوقت نديرو نجمع الوقت. داكشي علاش. اذا اخر مره كنا وصلنا للصفحه 74، ياك النص ديال عالي زوا ايفالياسيون اي سوتيان جوبسيرف اي جو كومبرون ريكونيتر لو ريسي دون دي دوكيمون كومبورتون دي ايماج. علي زوا دو شخصيات عمر وعلي وكويتا و لا ماشي علي، علي زوا وشي واحد فيهم عمر وكويتا ابو بكر، المهم جوج فهادو انا ما كنعرفش. هاد ماشي هاد فيلم مغربي ديجا تفرج فيه شحال ولكن ما عقلتش على الشخصيات بالضبط. تقدروا تمشيو ليوتيوب وديروا علي زوا تفرجوا في الفيلم كامل تفهموا القصه ديالو، لان الكتاب كياخذوا لك 100 اجزاء من القصص وكيخدمهم. اوكي نكملوا. قاليكم انا سينوبسي دي فيلم، يعني بحال ديما غادي نقراو النصوص ونشرحهم وندوزو لي كيستيون. علي عمر كويتا اي بوبكر سون دي زونفون دي ري دوبوي كي زون كيتي ديب اي سا بوند ايل فيف او بور كيلكو شوز دو تري فور لي سي كاتر زونفون اون اميتي انديفيكتيبل. علي في بارتير ال في ديفونير مارين افير لو تور دو موند. Mais très vite, lors d'un affrontement avec la bande de Dib, Ali est tué. Après avoir amené le corps sur le port et l'avoir caché, les trois autres auraient pu l'oublier, l'abandonner, mais ils décidèrent de l'enterrer comme un prince. Omar, Kouita et Boubker vont tout mettre en œuvre pour réussir. Et la tâche est ardue pour les trois enfants des rues. En cours de route, elles feront la connaissance de Hamid, le vieux marin qu'Ali allait voir souvent sur son bateau et qui l'emmenait en croisière. À la recherche de son rêve, l'île aux deux soleils, au fur et à mesure de l'histoire, l'île d'Ali deviendra l'île de tous les enfants. نكملوا نشرح لكم النص. النص كيهضر على ان واحد ربعه الدراري من الشوارم من الزنقه، علي وعمر وكويتا وبكر، كانوا عايشين مجموعين في الزنقه، وكانت كتربطهم واحد الصداقه قويه بزاف، ما يمكنش تفرق بيناتهم، يعني واحد الصداقه قويه وكبيره بزاف. ولكن كان علي الحلم ديالو هو انه يولي بحار. واحد النهار مات علي، واحد يوم مات، والدراري ما قدروش ينساو لان كان صاحبهم عشيرهم، ولكن مشاو خلاو، ولكن قبل ما يمشيو قرروا انهم يدفنوه بحال شي امير. من بعد الدراري حاولوا، يعني بقاو غاريين في الشارع، هما في الطريق ديالهم هما يتعرفوا على شي واحد سميتو حميد، كاين تقولي لي فيو مارا، يعني البحار المسن الكبير في العمر، اللي داو الباطو ديال الباطو ديالو ودار بهم واحد الدورة وراهم الجزيرة كيفاش دايرة والأجواء إلى آخره. هادشي اللي كاين هنا. أوكي دابا ندوزو لي كيستيون الأسئلة. كانون سيت أفيش كيسكو لو مونتر، أشنو كدل هاد لافيش اللي هي التصويرة، شنو كدل شنو كيبان ليك كيسكو لو مونتر، وشنو اللي كيبين أبان ديك لافيش التصويرة. السؤال الثاني، De combien d'images est composée cette affiche? مشحال من جزء مكونة هاد الصورة؟ Quel élément de l'affiche renvoie au rêve? Quel élément de l'affiche شنو العنصر ديال الصورة اللي كيتبينناش من الحلم اللي غادي يدير؟ En partant du titre du film, de son synopsis et de l'image de l'affiche, dit qui est le héros de ce film. Par quoi est-il représenté dans l'affiche? يعني من خلال القراءة شكل العنوان والفيلم وهاد السينوبسي، هاد التلخيص القصير اللي قريتي،
نخلي هذوك قلنا شكون هو البطل ديال الفيلم وباش عرفناه تماك. ايماجين ان سوتي تخاص الفيلم اون بارتون دي سينوبسي، نتخيلو واحد العنوان صغير لهذا الفيلم هذا من خلال السينوبسي هذا اللي قريناه وشرحناه. ندو دابا لي ريبونس اجوبه. اوكي نكملوا الاسئله. دابا ندو لي ريبونس الاجوبه. نمشي صفحه 74. السؤال الاول قال لكم سيت افيش سانونس ان فيلم دو علي زوا. عيني هاد لافيش كتدل على واحد الفيلم ديال علي زوا. سوكي لو مونتر اللي كيدل عليه، سوكي لو مونتر ان سو تيتر انونس ان فيلم. اوكي نكملو فين وصلنا. قلنا سيت افيش سانونس ان فيلم دو علي زوا. هاد الصورة هادي كتبين لنا الفيلم ديال علي زوا. سوكي لو مونتر اللي كيدل على هادشي. ان سو تيتر انونس ان فيلم دو نبيل عيوش. واحد العنوان صغير اللي كيدل على الفيلم مكتوب عليه من المخرج نبيل عيوش. نوريك فين كاينه. ها هو نلاحظوا راه كاينه هنا صغيره هي ان فيلم دو نبيل عيوش. فيلم نبيل عيوش. ندوز السؤال الثاني. قال لكم سيت افيش كومبوز دو دو زيماج. هاد الصوره هادي كتكون يعني هاد الصوره هادي من جوج ديال الصور، يعني هاد لافيش هادي من جوج ديال الصور. سيت افيش كومبوز دو دو زيماج. التمرين الثالث لي ليمون دو لافيش اون فوا سي رياليزي ان ريف سي ليميغري. انا درت هنا قلت العنصر ديال الصوره اللي كيدل انه تحقيق واحد العلم هما ديال الهجره. ما عرفتش انا في الاول حيت هادشي اللي قلت كل واحد كيفاش كيشوف الصوره. كاين اللي غادي يحكم بانه من خلال سينوبسي بغا يكون عالي زوا بحر، وكاين اللي يحكم انه كانت الصوره على ليميغراسيون. كل واحد وشنو كيبان ليه. فهمتوني. السؤال الرابع لو ايغو دو سو فيلم اي عالي زوا. البطل ديال هاد الفيلم سميتو عالي زوا باغسكو كي باسكو لحقاش علاش سونون سو تخوف دون تيتخ. لحقاش الاسم ديالو هو اللي كاين، يعني سميت البطل هو علي زاوا لان سميتو هو اللي كاين في العنوان. لو ايغو دو سو فيلم اي علي زاوا باسكو سونون سو تخوف دون تيتخ. السؤال الخامس سو تيتخ لي كاتخ زامي دو رو فون ايميغري ان اوروب. هنا لما هنا قال لكم تعطيو شي عنوان. درت انا اربعه الاصدقاء ديال الشارع بغاو يمشيو لاوروبا مثلا. فهمتوني. ولا الفكره الثانيه تقدر تقول مثلا علي دوا فو دوفونيغ ان ماغ. اوكي نكملو نعاودو الريبونس. السؤال الثاني سيت افيش كومبوز دو دوز ايماج. السؤال الثالث ليليمون دو لافيش اون فوا سي رياليزي ان ريف سي ليميغراسيون. يعني العنصر ديال لافيش التصويره كيدل بان تحقيق واحد الحلم ديال الهجره. انا من خلال الصوره بان لي هجره ولكن ماشي هو هجره. كيهضروا على بان علي بغى يكون المغام بحار. كل واحد كيفاش كيشوف الصوره من وجهه نظريه ديال. السؤال الرابع لو ايغو دو سو فيلم اي علي اذا. المهم بالنسبه للصفحه 74 هي اللي جاب النيوز. الصفحه 5 صفحة 75. اوكي اذا متابعين قناة وكيدو تشانيل وقفت الفيديو لان كنت كندير شي حوايج، كنت مشغول شي حوايج داكشي علاش. دابا مشينا الصفحة 75. كاين اي فارياسيون سوتيان كي غيغي امبلوايي لو فوكابيلير دو ليماج في كوريسبوندر شاك اليمون دو لافيش او تيب دو بلان كو كونفيان. الفيديو السابق غتلقاو فيه هاد لي تيب دو بلان، انواع التخطيطات. كاين بلان دونسومبل تخطيط جماعي يعني اللي كبير، كاين مويا كي غابروشي قريب، وكاين بزاف شرحتهم لكم القواعد. ندوزو للتمارين. كاين كويتا لو بور لو ديسان دو ماتلو. دونك تما غادي يكون كويتا واحد الشخص في هادوك، ولو ديسان يعني الرسم ديال هاداك البحر لو ديسان دو ماتلو، ولو بور الميناء. هاهما السؤال الأول كويتا بلون مويان، لو بور بلون رابروشي، لو ديسان دو ماتلو بلون دونسومبل. يعني كل واحد كيفاش كيشوف التخطيط، شي من الزاوية شي من القدام، كل واحد كيفاش كيشوف داكشي. اوكي نمشيو للسؤال التاني.
كاين في دون هولي يا بلونجي في دون با كونتر بلونجي هنا قال لكم كل واحد كان دي ديفينيسيون ان بوين دو في في دون بلونجي في دون با كونتر بلونجي اي بون سيتوي ان ايفينمون بارابور ا دوتر ايفينمون تحدد واحد الحدث بالنسبه للاحداث الاخرين ان بروفيسور عندك تفيقيا Un professeur d'histoire présente à ses élèves trois événements qui ont eu lieu avant, pendant et après la marche verte vers le Paris. Quand il le sait, il a dit la géographie mazarin, il a dit que les gens qui ont eu lieu avant, pendant et après la marche verte. بحال هاد المواضيع اللي تقول لك تهضر على شي حاجه مثلا بحث غتمشي جوجل تكتب الموضوع ديالك بالعربيه وترجمه للفرنسا هادشي اللي كندير انا فهاد لان هادو فيهم شي تعميق ولا شي حاجه هو مجرد بحث كتدخل لجوجل كتقلب الموضوع وكتحطه وكتكتبه دونك انا اختاريت لكم واحد الموضوع ديال لا مارش فيرت المسيره الخضراء وهو اللي قال لكم تهضروا شنو وقع قبل وشنو وقع من بعد الا تفهموا هادشي مزيان كتدخلوا جوجل على اليوتيوب كتشوفوا تاريخ المسيره الخضراء وكتفهموا مزيان شنو كاين نقرا لكم النص Le Sahara occidental devient une colonie espagnole dès la fin du 19e siècle. C'est un territoire désertique de 266 000 km², peuplé par des tribus nomades qui a des frontières communes avec le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie. Elle a toujours été revendiquée par le Maroc. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice de la Haye reconnaît les liens juridiques d'allégeance du Sahara occidental avec le Maroc et la Mauritanie. Le roi Hassan II du Maroc décide alors de passer à l'action et demande au peuple marocain de marcher comme un seul homme vers les provinces du sud pour les libérer. Cet appel déclenche une immense ferveur populaire et c'est plus de 500 000 Marocains qui affluent à Trafalgar près de la frontière du Sahara occidental. Un système de tirage au sort désignera alors 350 000 civils pour organiser une marche verte pacifique et franchir la frontière des territoires. Ok, Galik, un père retrace à son fils les étapes de sa carrière. Trace ou la bille, le wildo, le marahil, le messire dialo, fait parler le père en rappelant trois événements, tchadra l'ab dialo, le chilider, kabel, ou mon bed, ou le kacha dial zawaj, l'art le kumah le mot d'obsèque, le chadron de machadrole, tu peux te le mettre en palme, le machandre, c'est pas tard, t'es un tâche, t'es un تقدر يعني نص كتبت لها المعلومات باش كتبوا باش ما تكتبوش كامل اللي بغا يكتبوا ماشي مشكل ولكن اللي بغا يبدلو كتبت المعلومات شي حاجه بحال هكا اوكي بالنسبه لواحد الحاجه راه ما بقاش كنحط فيديوهات بزاف حتى الدوره الثانيه وغادي ندير واحد النظام واحد اخر لان في الدوره الثانيه غادي نحط الفيديو الاول ضرب ليا مشاهدات بزاف راه غادي ندير فيديوهات ما نضربش ليا مشاهدة خليتو يوصلوا لي الاغلبيه وغادي نحطو كيف ما درت دابا في الاواخر لان هكا باش يلاه يطلع لي شي مشاهدات وكيف قلت لكم بالنسبه مثلا راه داير واحد الجروب في الواتساب بالنسبه اللي باغي يستافد هكا غير داك الجروب ما فيش ناس اللي مبرشين يعني كتدخل بخصك شي تمرين شي حاجه فهمتي اش كتكتبها كيعطيوها لك الدراري ولا كنصورها كنصور لك شي صفحه كنصيفطها لك اما كاينش اللي كيدخل الجروب كيبدا يتفلى ويحطوا شي تصاور شي حاجه كيخرجوا مباشره فهمتوني اللي بغى يقرا يستافد راه نخليه نمرتي من مورا الفيديو مرحبا به في الجروب كاين الدراري كيستافدوا كيقراو كنطلق لهم الجروب من 7-9 ولا 7-9 ولا 5-7 وكنبدا نخدم معاهم داكشي اللي بغا فهمتوني والشرح في الفيديو ماشي في الواتساب لان باش تفهم ما يمكنش انا نعطيك النمره باش تطلع عندي الواتساب تصطاني ولا تدخل الجروب لا ماتشوم وفي الاخر ما تفرش فيها دونك التمرين انا نخرج لك في الواتساب باش نشرح لك الدرس كما هو ماشي ما يمكنش نشرحه لك كنشرح شي دروس اللي ما فيهمش تخرج يعني قاعده عامه شي افكار شي حاجه بحالك باش نكون صريح معكم اذا نكملوا pendant que j'avais 7 ans 17 ans j'étais étudiant au baccalauréat
J'étais le meilleur dans ma classe, surtout en français. Après, j'ai réussi et j'ai trouvé un travail dans un bureau. Là où j'ai rencontré une amie fidèle, s'appelle Luna, nous avons parlé de notre projet après l'édit de mariage. Elle était très contente car nous avons été mariés. Une semaine plus tard, ses parents ont accepté notre mariage. أني يعني قلت لكم فاش كان عمري 17 عام كنت انا تنقرا في البكالوريا وكنت انا هو الاول في المدرسه خاصه في ماده الفرنسيه. من بعد نجحت ولقيت خدمه وخدمت في واحد البيرو في واحد المكتب. تما كنت تلاقيت بواحد الصديقه فيديل وواحد الصديقه ظريفه بزاف سميتها لونا. تما كهضرنا على البروجي ديالنا المشروع ديالنا ومن بعد الفكره ديال الزواج. كانت فرحانه بزاف لان كنا غادي نتزوجوا. ومن بعد سيمانه والديها قبلوا اننا نتزوجوا. اوكي هادشي اللي كاين هنا. دابا غادي ندوزو جو ميكسبريم اكريغ ا بارتير. لا باقي ما ساينيش هنا. سيتي ان ايفينمون دون لو باس تهضر على شي حدث في الباسي يعني الماضي. في كوريسبوندر شاك انونسي à la situation qui convient en précisant à chaque fois s'il s'agit d'un passé déterminé ou indéterminé. Cette situation énoncée à l'ouvrier, يعني شكون اللي هضر مع من, هل الجمل شنو قالوا, ونحددوا واش هو passé déterminé, يعني ماضي محدد ولا غير محدد. Une situation énoncée en deux lettres. كيف كتشوفوا معايا هنا 1 4 ديتيرميني 2 3 3 1 4 2. دونك ديما كنقول لكم بحال هادشي في مطالوات ما كنبغيش نضيع فيهم الوقت. اشنو كندير مثلا هنا 1 4 غتمشي الاولى اللي في هذا الصف هذا هي 1 1 2 3 4 ها هي الرابعه. دونك هادي معايا ما كدير سالب سام ولا كدير كل وحده قدامه فهمتوني. دونك الاخرى 2 3 ها 2 3 3 ها 1 4 ها 2 فهمتوني علاش كندير انا باش ما نضيعش الوقت. كنكتب كل وحده ها هي 1 4 2 3 3 1 4 2 كنخرج لكم وكنفهم لكم كاين شي حاجه ما كيفهموش ما عندي ما ندير لهم. هنا الاولى ديتيرميني, الثانيه ان ديتيرميني, والثالثه ان ديتيرميني, والرابعه ديتيرميني. دابا غادي ندوزو ريكونيتر اي اوتيليزي لي فيرب ا بليزيور. نتعرفوا على الافعال اللي عندهم بزاف ديال الكومبليمون الضمائر. ماشي الضمائر, اعتذر, الافعال اللي عندهم بزاف ديال المفعول به. هنا اون تور لي كومبليمون كونتوني دون لو سينوبسي دي فيلم بلي بريسيز لور ناتور سي او دي ولا سي او اي ولا سي سي. يعني لي كومبليمون اللي كاينين هنا من سينوبسي ديال الفيلم من هنا غادي نجبدهم ونقولوا واش سي او دي كومبليمون دوبجي ديريكت ولا غير ولا انديريكت ولا سي سي. يعني كومبليمون سيركونسي واش كيدل على المكان ولا الحدث ولا الزمان ولا الى اخره. اوكي من هذا النص هذا غادي جبت شي وحدين الا رجعتو النص غادي نتلقاهم. او تخرج ديب اي ساباند هنا سي او دي او بور الميناء ولا المرصع سي سي ال ليو هو المكان ال هو ليو سي كاتر زونفون سي او دي Devenir marin, COT. Le tour du monde, COT. Lors d'un affrontement, CCT. Le corps, COT. Sur le port, CCL. L'avoir caché, COT. Puis l'oublier, COT. L'abandonner, COT. De l'enterrer, COT. Tout, COT. Pour les trois enfants en cours de route, CCL. De Hamid, COI. Co. COD sur son bateau CCL L apostrophe COT au fur et à mesure de l'histoire CCT CCT ou Zemen كاين كاين الزمان وكاين المكان وكاين حاجه اخرى. كاين واحد الحاجه اخرى ما قلتش عليها. المهم هادو غادي تلقاهم في هذا النص هذا. غتقلبوا عليهم غتلقاهم في هذا النص هذا. اوكي هما نصورهم لكم باش يكونوا واضحين. نزيد دابا التمرين اخر. هنا قال لك parmi les verbes qui introduisent ces compléments, certains peuvent être doublement transitifs. Relève-les, utilise-les avec deux compléments dans des phrases personnelles.
قال لك من غير هاد الافعال هادو كاين افعال اللي عندهم تعدد المفعول به، قال لك جبدهم وعاود كتبهم في الجمله. التمرين يمكن ما درتوش. جو ميكسبريم. اوكي التمرين هذا ما درتوش، التمرين جوج سمعتم؟ لا ما يبقى يقول شي واحد ما درتش شي التمرين، ما عرفتيش، ما بلي ما خرجش لك التمرين، سير اخويا ولا اختي قلب عليه عند شي استاذ ولا شي يوتيوب ولا شي بلاصه اخرى. قلت لكم ديك المره انا راه ما كنخرجش كل شيء وما يمكنش نوريكم كل شيء، يعني كاين شي حوايج كنخرجهم، كاين شي حوايج كنخليهم لكم، كاين شي حوايج كيبانوا لي لا علاقه ولا شي حاجه ماشي حتى تما، فهمتوا؟ الاستاذ ما كانش يخرج كل شيء. اذا ندوزو لجو ميكس بريم. هنا قال لك ابار اكريغ ا بارتيغ دون افيش برودوير ان ريسي ا بارتيغ دون افيش دي بون ديسين، يعني نكتبو ولا ننتج واحد الحاجه ولا واحد السرد من خلال التصاور اللي كاين. فاش كيعطيوك التصاور تقول لك هضر. اول حاجه خصك تشوف هذا التصاور مزيان، وخصك تلاحظ وتشوف التصويره اش كتهضر، خصك تكتب شي حاجه. هاد التصويره الاولى جالس الاب والابن ديالو ولا جوج الناس كيهضروا في الفطور، من بعد بغاو يمشيو يتفرجوا في واحد فيلم في السينما، مشاو تفرجوا ومن بعد كيهضروا على النهايه، والنهايه فيها اليو باش حاجه بحال هكا. اوكي هنا لافيش دي فيلم على زوا اي سان سينوبسي بوف تيتر اوتيزي بور اليستري ان كونت ميرفيو، ايماجين سو كونت يغديج لو. هاد السينوبسي ديال فيلم ديال علي زوا التلخيص ديالو والصوره كتدل بان هي واحد الحكايه اللي ميرفي، يعني زوينه وعجيبه. قال لك هضر على ديك الحكايه، نهضر عليها في بعض الجمل، في بعض الجمل. اوكي خا تكون شويه طويله ولكن ماشي مشكل. Il y avait une fois quatre garçons étaient orphelins et vivaient dans la rue. ان سابلي علي عمر كويتا ابوك. كيف كتلاحظوا شحال هذه بان بحال هاد الكتاب هادو اللي كنضرب عليهم كتلقاوهمش عندي بالدفتر، كتلقاوهم بالخط الابيض بالبلونكو، يعني كنضرب عليهم باش ما نوسخش الورق. حاليا وليت كتشوفوا هاد الشيء باش تعرفوا راه عليا الضغط، لان عندي الدراري ديال السوايع وكاين واحد الجروب ستو في الواتساب كنخدم مع شي وحدين يعني كراجع معاهم شي حاجه عاد اضافه دوس كنوجد الى اخره، يعني راسكم تعذروني الى ما لحقتش نهار شي فيديو. اوكي هنا قال لك واحد النهار بعد الدراري اللي كانوا يتامى بزاف كانوا عايشين في الزنقه وكانوا سميتهم علي وعمر كويتا وبوبكر. امتان سيغ لو بور elles ont fait la connaissance d'un vieux marin qui s'appelait Hamid. Elles allaient avec lui à la pêche. Les garçons étaient heureux. Un jour, Hamid a décidé de partir faire un tour au monde avec son bateau. قال لك واحد الصباح في الميناء ولا في المرسى تعرفوا على واحد البحار اللي هو مسن كبير في العمر سميتو حميد اللي مشاو معاه للصيد. هذوك الدراري كانوا فرحانين بزاف. واحد النهار يعني حميد قرر انه يدير واحد الجوله بالباطو ديالو. الا اوموني لي غارسون افيك لوي بوندون ان ايتي لو باطو نافيغا ديل اون نيل. Elle est arrivée dans une île et elle voulait dîner dans un café. Quelqu'un leur demande. Donc, elle est comme dans un bateau. Voilà, le safe avec le bateau au sol. Yani, des naviguer, yani, des d'une jazira, jazira. On met au slow le wahd jazira. Elle voulait dîner dans un café. Quand on brûle le show, wahd le kawa, on a de chez wahd soulhom. Et quelqu'un leur demanda. Devenez-vous étranger? Galu mijuntuma duk la gouraba. Et pourquoi vous les garçons portez-vous ces chaînes? La réponse vint du vieux cafetier qui expliqua à tous les garçons notre île, île aux deux soleils. Et nous avons galu mijuntuma duk la gouraba. On a chadin wahed chaîne wahed samtas fidikom. Le jawab kan jam taraf hadak el bahar musin dial qawam. اللي صرح لي قال لي بان الدراري جاوهم واحد الجزيره بانه ماك جزيره سميتها جزيره الشمس، اثنين من الشمس يعني في المهم ايل او دو سولي بور سو تيب دو كوري. كانوا هازين واحد النوع ديال الكرده ويقول لهم فوزيت سان دوت دي كوم باتريول كي اون سيرفيكي او نوفراج دي باتو 25 متر كي ا اوليو. قال لهم بحال زعما بغا يقول ان كنتم من هذاك النوع ديال الحراقه والمهاجرين كيدخلوا سريين
qui a eu lieu il y a quelques années. Le cafetier avait vu juste quelques jours plus tard. Les quatre garçons nageaient dans le bonheur et avaient retrouvé leur famille. قالكم بعد ايام لقاو ريسهم انهم لقاو السعاده ديالهم ولقاو ريسهم عند العائله ديالهم. بالنسبه للفكره تقدروا تكتبوا اي حاجه بانت لكم تماك، تبدل الافكار ديالي ولا تكتبوهم ولا تغيروا شي حوايج، ماشي بالضروره تكتبوا داك الشيء. اللي بغى يكتب يكتب، انا ما عنديش مشكل. اللي بغى يكتب شي افكار من خلال النص ولا داك الشيء بان ليه يقدر يكتبها، انا ما عنديش مشكل، فهمتوني؟ دابا غادي نمشيو هنا. قال لكم لا بلونش دو بون ديسيني كو فواسي ات اون سيكونس دان ريسي، يعني البلونش ديال هذيك الصوره ديال البون ديسيني الرسوم اللي كتشوف ات اون سيكونس دان ريسي هي عباره عن حكي. راكونت بريفمون سو كي سي باسي بو ايماجين. قال لك غادي تحكي باختصار وتكمل التتمه. انا كتبت شي حاجه من خلال الفهم ديالي وكل واحد والتعبير ديالو. جاك و ستيفاني سي سون اسي دون لا كويزين. ستيفان est en train de lire un magazine sur laquelle est annoncé l'affiche d'un film semble intéressé de ce dernier. Alors, elle a proposé à Jacques d'aller assister le film au cinéma et donc les deux jeunes sont partis pour voir le film qui raconte l'histoire d'une interaction entre un léopard. Ce dernier était avec sa femme et leurs enfants. L'audience a bien apprécié le film. Elles sont parties au centre-ville et après le dîner. Malikum Jack, Jack ou Stéphanie, n'est-ce pas drôle de dire aïe smia, n'est-ce pas Jack ou Stéphanie, n'est-ce pas drôle de dire aïe smia. Jack ou Stéphanie, quand vous êtes en cuisine, ou Stéphane, quand tu écris une nouvelle magazine, elle est partie faire un film radieux. Ou quand on voit un beau film. واقترح على جاك انه يمشي للسينما يشوفوا داك الفيلم. من بعد ما مشاو وشافوا الفيلم بداو كيهضروا على شنو وقع تماك، على الفيلم كيهضر على واحد اليوبار بحال النمر تقريبا. سو ديغني قال لك اللي هذا الاخير اللي هو النمر داك اليوبار كان مع مرتو وولادو وسال الفيلم وعجبهم، كان كيهضر على افكار زوينه. اوكي 74 75 دابا 76، ولكن غادي نحاول نوقف الفيديو نلوحو لان الفيديو ما يتلاح على 3 سوايع باش ما يكونش طويل. تنعاود نكمل لكم الصفحه الاخرين والقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.